السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله نقدم معكم الحيره المغربيه. عندي هنايا بطيشه شديتها سلقتها درتها في المطايب وحيدت لها القشره، وعندي البصله. يعني عندي قياس هنايا، عندي قولوا حيت مطيشه صغيره قولوا شي 6 مطيشات كبار مع بصله كبيره مقطعه بحال هكا. انا غنديرها في الميكسر باش نطحن كلشي. عندي هنا قزبر مع الدنوس مقطعين والكرافس هو مقطع. عندي هنا اللحمه مقطعه صغيره. القياس البنات كيبقى على حسب نتوما شنو بغيتوا. عندي هنايا شي عظيمات، ضروري عظيمات نديرهم ابخي نحيدهم في الاخر. اوكي طماط كونسونطري. عندي الحمص مفز الكليله كامله مليحه. عندي هنايا الخرقوم، راس ديال المعلقه ديال القرفه، وهذه ضامه ديال الخرقوم ديال الزعفران شعره. عندي العدس، العدس مرقد عندي في المكان. ملي كنرقدو هاد الناس في الماء ما كيطيرلوش ديك الجلده ديالو في الطياب، صحيح كيبقى صحيح. عندي البزار هنايا معلقه، عندي معلقه كبيره ديال السكنجبيل. هادشي كاين، وغندير كلشي في الطحن. الكهرباء خلصت الكهرباء البنات، درت فيه مطيشه وبصله. دابا غنزيد الربيع، قزبر مع الدنوس والكرافس. غادي نميكسي كلشي. انا كنقطعهم كبار لان غنميكسيهم وغيطحنو انا هكا. كنزيد فيهم شويه ديال الماء شي طحنو صافي. كنطحن ديال الحك طوماط كونسو نزيدها معاهم. غادي نجيب لي طحنس بطيشه وبصله، وهاد لي طحنس يجيو مطحونين مزيان البنات. شوية د الماء باش كن ها كيفاش كيجيو مطحونين مزيان. من بعد كنزيد عليهم اللحم قطع صغير، وشي هكا عظومه يكون باقي فيهم تاهما اللحم باش كيلدو لاصو. بعد غندير الحمص. الحمص البنات بغيتو تحيدو القشره حيدو، انا كتعجبني بالقشره ديالو. انا عندي الخرقوم كما قلت لكم معلقه، وعندي ضامه ديال الزعفران، وراس معلقه ديال القرفه. ديك الراس المعلقه البنات القرفه كتعطي واحد المذاق رائع في الحريره. معلقه صغيره ديال البزار. من بعد غادي نزيد العدس اللي مرقده في المكانه ديالها حتى هي. من حر عقد هكا صغير هكا. غادي نردو يطيب البنات يتشحر مزيان. من بعد ما غلات البنات هانتوما كما كتشوفوا غلات مزيان الحيره، غلات مزيان. دابا غادي نزيد، نسيت ما قلت لكم، واحد المعلقه ديال الزيت، غير شويه البنات، غير معلقه كبيره ديال الزيت. دابا البنات غادي ندير الماء في الماء، الاحسن يكون سخون. ديروا القياس اللي غادي يطيب فيه اللحم وهذا الحمص. صافي غنسد عليها دابا حتى نحس باللحم طابت. اللي غيطيب غير اللحم والحمص، ومن غنشدو شويه اما العدس صغيره، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله في تدوير الحيره. بعد ما طابت البنات ها انتما كيفاش تولي كيطيب الحمص، كيطيب كل شيء. دابا غادي نزيدها شويه ديال البنات الماء على حسب الحموريه ديال الحيره. ما ديروش بزاف وما ديروش عاود، لان بالنسبه لي انا هنا جاتني درت حد النص هنايا مع التدويره اللي غندير هي هذه، باش ما تجينيش خفيفه بزاف. صافي دابا نخليها تغلى تغلى ونزيدها. غادي نزيد شويه الشعريه رقيقه، الشعريه رقيقه، وغادي نزيدها هذا اللي خلطت، هذا خلطت فيه درت فيه شويه القزبر والماء، ودرت شويه القزبر وطحنته وزدت عليه واحد جوج معالق كبار ديال الطحين عامرين. صافي كنميكسيهم باش ندور بهم الحريره. بعد ما غلى، من بعد ما زدت الماء سخون وغلات، دابا غادي نزيدها الخليط اللي قلت لكم ديال الطحين
وشويه ديال القزبر مقطع مطحون حتى هو، طحنتو مع الطحين ومع الماء. غادي نخلط دابا. بعد ملي تغلى البنات، الا بانت لكم باقا خفيفه على حسب التقوليه اللي كتبغي، الا بانت لكم باقا خفيفه زيدوها شويه ديال الطحين، واحد المعلقه طحين مع الماء مطحونين مزيان باش ما يديروش ديك الكويرات. الا بانت لكم ثقيله عاود تقدروا تزيدوها الماء، نتوما على حسب شنو تعجبكم. غنحط الشعليه ديال القوقع بحال هكا ونخليها مزيان، ومن بعد نطفي عليها البنات ونقدمها لكم ان شاء الله. كما طياب الحيره البنات، ها كيفاش كتجي لذيذه، نتمنى تجربوها. طريقه سهله وما كتشدش الوقت بزاف، خدموها مع المعسلات ولا اللي بغيتو. الى هنا كانت هي الحلقه ديال اليوم، شكرا على المتابعه والى اللقاء.